السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المربين والمربيات، بزاف ديال المتتبعين قالوا لي بأن الفيديو السابق ما واضحش مزيان، وحاولت أجمع لكم الفيديو السابق والفيديو اللي قبل منه في فيديو واحد، وحاولت نوضح الصور أكثر. نتمنى نكون يعني وفيت داكشي اللي بغيتو، نتمنى يكون الفيديو واضح مزيان. والان يمكن لكم تسكريني وتاخذوا المذكره اليوميه للبارتي الاولى، وان شاء الله نولي شويه ونحط لكم البارتي الثانيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالتوفيق للجميع وخصوصا للمربيات اللي عاد بادين في العمل لاول مره، والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله مع الدخول المدرسي. خليتكم في امان الله. سلام.